تو-160 قاذفة استراتيجية روسية لطالما تباهت بها موسكو، مؤكدة أنها الأقوى في العالم. البجعة البيضاء كما يسميها الروس، طول جناحها أكثر من 55 مترا، ووزنها عند الإقلاع 275 طنا، وتحلق بسرعة تتجاوز 2000 كيلو متر في الساعة. لكن سر قوتها يكمن في شراسة قدرتها التدميرية، إذ بمقدورها أن تسقط 40 طنا من القنابل على هدف واحد، وأن تطلق 12 صاروخا استراتيجيا مجنحا مزودا برأس نووي. وهي أيضا قادرة على حمل 24 صاروخا من طراز X-15S، كما تحمل التو-160 صواريخ مجنحة جو أرض بعيدة المدى من طراز X-101، والتي يصل مداها إلى 4500 كيلومتر. وهي الصواريخ التي استخدمتها موسكو مؤخرا خلال عملياتها في سوريا، ودمرت بها مخابئ يحتمي بها مسلحون تحت الأرض، ومستودعات ذخيرة ومراكز اتصالات سرية. التو-160 باختصار يصنفها عسكريون على أنها ترسانة جوية متحركة.